يلا باي باي حبيبي سيبك. معقولة كده من أول يوم تثقوا فيا وأبقى ميس لهفة؟ ميس لهفة؟ أنتِ عارفة المدرسين هنا متعلمين إزاي وجايين منين؟ جايين منين يعني؟ على فكرة حضرتك الناس اللي جايبيني هنا قالوا لي إن أنا هيكون عندي بوزيشن كويس. بوزيشن؟ هقول لك جايين منين؟ من أحسن مدارس وفي مدرسين أجانب كمان. يلا يلا بلاش لكحة، يلا أوريك الكلاس بتاعك. أوكي. اتفضلي. ده الكلاس اللي هتبقي مسؤولة عنه. بليز ركزي معايا. عايزاكي تاخدي بالك من اكلهم وكل واحد يشرب من الزمزميه بتاعته. عاوزاكي تشحني لهم موبايلات والايبادز عشان يلعبوا بيها في البريك. اوكي. إيه طب معلش سؤال بسيط بالنسبه للبيبي انا برضك ولا في حد مسؤول؟ طبعا انتي يا... لو لهفه صعبه على حضرتك ممكن تقولي لي مثلي لي. مش مهم مش مهم هعرفك بيهم. ده كريم ابن لوا. ها ما شاء الله. اما ده بقى فسيف ابن سيادة المستشار. سو كيوت. ودي نانسي بنت سفير ربنا يحميها. وده ادم منير. منير؟ ايوه. لا بليز بقى حضرتك ما تكمليش. انت ابن الكينج طبعا. بابا كان منور في اغنيه السياحه. هتقول له بقى ها؟ تنسيش. بس في العسل السماره. اهلا يا حبيبي. فين الواد ايمن المتخلف ده؟ ايه ده؟ الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا معلم ايمن. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ مبروك يا واد. وطي صوتك. ليه يا عم وطي صوتي ليه؟ مبروك على ايه؟ مبروك على العربية الجديدة. ده انا سارقها دي. سارقها؟ سارقها من مين؟ اسمعني بقى كويس يا مرتضى. احنا لازم نبقى قد العملية الكبيرة اللي احنا داخلينها دي دلوقتي. عملية ايه؟ اقرا المسج ده. بحبك يا حيوان يا مفترس. لا مش دي اقرا اللي تحتها. وحشتني يا حيوان يا منقرض. يا عم انت ليه جايب صفحة الحيوانات؟ ما هي دي الرسائل يا عم. يا عم انت خش على الصفحة اللي جنبها. لقينا تماثيل ذهب وعايزين حد امين يصرفهم. ايه ده ايه ده؟ مين اللي بعت لك الرسالة دي؟ معرفش بس هنتصل بالرقم اللي متصل بينا ده ونعرف الراجل مكانه فين ونروح ناخد منه التماثيل دي ونبيعها ونقب على وش الدنيا. انت عايز تتاجر في اثار بلدك؟ مش بلدي اتاجر فيها انا احسن ما حد من بره يجي ياخدها مننا ويتاجر فيها. هي وجهه نظر صح. طيب ربنا يكرمك. امسك. ربنا هيكرمنا بقى ان شاء الله لان انت هتيجي معايا. ده يا حبيبي انت خاين وتتاجر في اثار بلدك. انا ما تاجرتش في اثار بلدي. ما بيعش انا الاهرامات وابو الهول وبرج القاهره. خليك انت بقى كده قاعد في السينما تجيب فشار للناس تقعد تقول للناس كل سنة وانت طيب واهلا بالعيد عشان تاخد جنيه ولا اتنين تروح بيهم ولا بيجيبوا حاجة. انما انا بقى لما العب بالدولارات ساعتها بقى هتعرف الحصرة جاية فين. طب انا اروح استأذن من الشغل وانت كلم الناس عارف هما فين ونقابلهم. ماشي بس بسرعة. حاضر. ينجز عشان العربية بقولك مسروقة. ماشي 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 عشان يتقبض علينا من قبل ما نمشي. متخافش يا عم. هش حبيبي. هش ميك اب ميك اب. تعال شوف الاستاذة بسرعة. ايش ازيك يا عمران عامل ايه؟ ايه هش مالك قفش كده ليه؟ كبرت على الدلع؟ انت فاكر اما كنت مخرج مساعد وكنت اجي لك البلاتو بالبانجو؟ بانجو ايه وميلت ايه دلوقتي؟ فاكر فاكر خلاص. انت ايه اللي جابك دلوقتي يا عمران؟ هو احنا مش معادنا في المكتب؟ قلت اجي اطمن اشوفك عملت ايه في الموضوع اللي انا كلمتك فيه. موضوع ايه؟ افتكرت الموضوع التركي؟ ايوه. مش انا كلمتك قلت لك شوف لي دور للهفه بنت اختي؟ انا قلت الكلام ده؟ ايام ما كنا بنجوينت مع بعض. خلاص خلاص فاكر فاكر والله خلاص فاكر كل حاجه. هتهالي بالليل اشوفها واشوف لها اي دور كده كويس. لا مفيش حاجه اسمها اي دور كده. انا عايز دور بطوله. دي لهفه بنت اختي. طب ما تيجي تخرج يا عمران. يا استاذ هشام بس لازم نتعاون. استاذ ايه بس؟ الشغل شغل يا عمران. وبعدين انا كل الادوار اللي عندي مساحتها صغيره. وماله يا سيدي الصغير يكبر. خلصنا يا عمران خلصنا خلصنا. هتهالي بالليل وانا اشوفها لك حاجه. جوينت ايه كانت ايام حلوه. والله يا بنت خلاص طريقه قبيه طريقه قبيه. ستاند باي. انت طبعا حافظ كل اغاني كينج. حبوبي ايه رايك نغني مع بعضينا؟ انا صوتي حلو قوي. غني حاجه لبابا. واحد راسه تحت وباصص في شاشته فيسبوك تويتر فيديو
حلوهات بقت دي عشتو. تفوت ساعات من غير حساب وهو قاعد على واتساب، ما بقاش بيرفع راسه ثانية، سرحان في لعبة أو في لام، اسمه اللابتوب مش لام، عايش لوحده في دنيا تانية. متجمعين لكن مش مع بعض من الآخر يعني، وبرضو ما بقاش في حد حاسس بحد، ايبادات تليفونات ما بقاش في روح. ولا خيمه رقم كام؟ انا ما اعرفش، انا ما هو هنا مفيش غير الخيمه دي. يعني نخش؟ تعالى بس ما تقلقش. سلام عليكم. اهلا الغرباني مرحب بينا، اهلا الغرباني مرحب بينا، اهلا الغرباني مرحب بينا. هز 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 وانت ترقص يا جمل، جمل بيرقص في ايه؟ خلاص خلاص، في ايه؟ جايين كباريه؟ اقعد يا. السلام عليكم. يلا بينا. خد يا، اقعد هنا وانت اقعد يا. ناسفين. منور يا ابو منور، اقعد يا. ناسفين يا حاج. انتم مين؟ انا ايمن. ايمن حفني. ايمن حفني يا عرب، في ايه؟ انا ايمن يونس. وانت؟ انا مرتضى. ايه ايوه هو. يا مرحب يا مرحب بالرجاله، يا مرحب. وجايين ليه؟ احنا كنا جايين نمضي السلعاوي. السلعاوي مضى خلاص. لا حول الله، يلا بينا يا سيدي. لا حول الله. ايه وما سلعاوي ايه؟ انا اتبعت لي رساله بتقول ايه 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 انت هتقول له كده؟ افرض مش هو، مش تتاكد انت؟ ايوه قول له. قول له ايه؟ مش يمكن كذاب؟ ما قلتش والله، ما حلفتش، مش يمكن الراجل ده؟ لا هو انت الراجل ده قاعد تمويه، انا فاهم. فجستني؟ ايوه فجستك. تمام كمل يا. انا بعت لي رساله يا عرب بتقول ان في تماثيل ذهب موجوده عندك وانت عايز تصرفها، صح الكلام ده؟ يا فرج الله، انتم جايين عشان الرساله؟ انا بعت المسج دي للتسعين مليون، ان حد يعبرني ويجي مفيش، علي الطلاق معايا اثار بجد ومحدش مصدقني. طب اقول لك على حاجه، علي الطلاق بعت الرساله دي للشرطه ان حد يجي يقبض عليا مفيش، اعمل ايه؟ اطخ ابويا. اهدى إيه؟ احنا جينا اهو، احنا جينا اهو، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا جينا اهو، انتم جميلكم ده فوق راسي. طيب. فوق راسي. احنا عايزين تكلمنا على التماثيل. انا عندي غير التماثيل الفرعوني تماثيل اسكندريه وتماثيل استاديو مصر، وعندي التمثال ابو عجوه بتاع قريش لو ليكوا خيال في الكفره يعني. لا مش عايزين ابو عجوه. حاضر، عينيا ليك. معايا بقى التمثال العروسه الحلاوه بتاع مولد النبي، معاها كمان العلبه الثلاثه كيلو حلاوه اللي هي الاجراس ولمؤاخذه في الكلمه الملبن وبتاع، عشان ايه التشكيله على بعضيها. احنا جايين العبد ولا في ايه يا عم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ طب مبيعات يا شيخ ولا انت ايه؟ فين بقى التماثيل دي؟ التماثيل دي انا مخبيها في امن مكان في مصر. خلاص احنا مستنيين، هات الاثار وتعال. انا هخلي الناس دلوقتي تيجي تسليكم وانا هروح اجيب الحاجه واجي. ماشي. تمام؟ ماشي. الف شكرا. طب وابوك هيفضل معانا؟ يلا يابا عشان تاخد الدواء يابا. يلا يابا. يا صباح الخير واللياقة والأناقة واللباقة والرشاقة. صباح الخير يا عمران، إيه اللي جابك هنا؟ ما هو ما كانش ينفع أعد من جنبك وما طلعش أسلم عليكي، وبصراحة
في موضوع كده عاوز اكلمك فيه. اوكي بس بسرعه قبل ما البريك بتاع البنات يخلص. انا عاوز اعتذر لك عن اللي حصل المره اللي فاتت، بس لازم تعرفي ان انت الوحيده اللي في القلب. يا سلام، وفين كلامك؟ انا لسه بكون نفسي. ما انا رجعت نفسي ولقيت اننا لازم نبدا مع بعض سوا سوا نكون نفسنا طوبه فضه وطوبه ذهب. فين عمران حبيبي بتاع زمان اللي خلاني احبه واعشقه؟ فين النفخه الكدابه؟ فين جسمك ولياقتك؟ وانت منين شفت جسمي ولياقتي؟ فاكر الزلزال بتاع زمان؟ بتاع 90. ايوه، ساعه الزلزال ده بقى ما حصل كنت انت بتستحمى ونزلت تجري عريان، ومن ساعتها بقى وانا منمره عليك. ايوه، انا لازم اتغير، انا لازم ارجع زي زمان، ارجع تاني عمران، مش بتاع الزلازل بس، هبقى عمران بتاع الزلازل والبراكين. تعالوا يا حبايبي، تعالوا تعالوا يا حبايبي. انتوا منين؟ احنا اصحاب الخيمة. صحاب الخيمة؟ ايوه يا حبيبي، انا الطحاوي صاحب الخيمة وصاحب المنتجع السياحي ده كله. انتم مين وعايزين ايه؟ ما تقتلونيش، خدوا كل حاجه ما تقتلونيش. انت مجنون يا عرب، نقتلك ايه؟ احنا بتوع الاثار اللي جينا نقول لك عليها من شويه، بتوع التماثيل. أيوة. يا حبايبي انتوا، ده انتوا جميلكم ده فوق راسي والله. جبت ايه بقى؟ دي بيسكو مصر ولا بتاعت اسكندريه؟ التماثيل دول يرجع تاريخهم للاسره التامنه. العيال دي اتربوا احسن تربيه، ابوهم الراجل العصامي ده كان من أكبر تاجر عجلات حربية في الشرق الأوسط والفراعنة كلها. طب ممكن نشوفهم بقى لو ما في ممنوع اللمس. نشوفهم ده شغل وبيزنس. شفت أبويا اللي روحي فيه وبسطه وحضنته ده؟ علي الطلاق لو لمسهم لشج بالطول. طب نتكلم بقى في المهم. اتفضل. احنا هنبيع الأثار دي. احنا طبعا هناخد الفلوس أنا ومرتضى زي ما أنت ما قلت في الرسالة، صح؟ صح. وناخد ايه؟ أنت تاخد الثواب. ده أنتوا جايين بقى تعملوا عمرة. مفيش الكلام ده، الحاجة هتتوزع بما يرضي الله زي ما كل تجار الآثار بيوزعوها. هتتوزع ازاي يعني؟ 2% 2% عشان الواد ده انا بيه وبحبه، 1% عشان انت لمد وبكرهك من اول الموضوع، والباقي هنصرفه على علاج ابويا الله يمسيه بالخير. طيب احنا عايزين بقى نمشي من هنا. مفيش مشاهين دلوقتي، مفيش، ده الدنيا ملبشه بره عليا الطلاق، لو خرجنا لقناص يصطادنا من دماغنا، هيفرتك لك نفوخه. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي بما ان ابويا جافل على الحاجه فانا هسليكم. تعمل ايه؟ ترقص؟ احكي لكم قصتي. عارفين ابويا ده؟ ابويا اللي انتوا شايفينه. انت بتحكي خلاص؟ لا مؤاخذه في الكلمه يعني. ابويا ده خش بقى كده. كان اكبر تاجر بانجو في المنطقه كلها. يا مساء الخير يا نجمة، يا مساء السعادة والنور والهنا على نجمة النجوم اللي هتلعلع في السماء. الله 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 الله، ايه السعادة اللي انت فيها دي بقى يا سي خالو؟ اصل عندي خبر حلو هيبسطك، قلت اجي ابلغهولك. استر يا رب. ايه ده؟ انت بتتريقي؟ خلاص مش هقولك. والله مش قصدي يا خالو، انا قصدي يعني ان الواحد بقاله كتير قوي ما سمعش اي اخبار حلوة. فاكرة الفيلم التركي اللي انا كنت كلمتك عنه؟ طبعا. انا كلمت المخرج بتاعه النهارده ووعدني انه هيديلك دور. بجد يا خالو؟ طبعا بجد، اعتبري الموضوع في جيبك. المخرج صاحبي وحبيبي من ايام الدراسه. انت مش عارفه تركي؟ تركي؟ لا بصراحه. ليه؟ التركي ده سهل جدا. وين رايح مهند اغا؟ رايح سرايا عبدين. كله تركي. اما يسالك اسمك ايه تقولي له ايه؟ لهفه خانم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، ده ايه الخير ده كله؟ حتشبسوت وحورس وكليوباترا وسوبر، ده تاجر شنطه ولا تاجر اثار؟ الا البضاعه دي بتاعت مين؟ في يا عم مالك، في ايه؟ بتاعتنا. انت متاكد؟ اه متاكد. طب خلاص القضيه خلصت كده، يلا بينا على القسم بقى نكتب المحضر في الرواقه كده في التكييف. لا يا باشا، البضاعة دي مش بتاعة الناس دول، الناس دول أتفه من إنهم يبقوا تجار بوم. الحاجة دي يا باشا بتاع تاني، عارف ليه؟ ليه؟ عشان أنا ما تربيتش،
أبويا معرفش يربيني. مش عارف كده. الله يخرب بيت أبوك. ما قعدنا في الخيمة من الصبح لحد بالليل ليه؟ ده إحنا لو حاجزين دي يوز مش هنفضل قاعدين كل ده. يا ده عايز أطلعك من القضية زي الشعرة من الفطيرة. متخرجوا ليه يا عم؟ أنت خايف من إيه؟ ده ظابط يمني ملوش أي حكم علينا. ظابط يمني؟ أيوة يا عم. بالمرة نفرج الباشا باقي على الآثار. آه بس هات لنا حاجة غير المعطوبة دي الله يخليك. يا باشا. حاجة كده من على وش القفص كده كرمني يعني عشان أبقى زبونك. أنا ممكن آخد منك الحاجة المعطوبة وأمشي مفيش مشكلة بس مش هجيلك تاني. رب زبون. علي الطلاق ده ما خرج من الثمانينات من حرب الخليج. التمثال ده معاه هدية بلا فخر منبه. لا ما أنا بظبط المباجي. ماشي يا باشا في اوبشن تاني لاطفال سعادتك الجرد ابو درمص. اه حلو ده جديد. هات لي بقى واحد اصفر في بني. ماشي يا باشا عينيا ليك ومعانا حاجات جديده. قبل ما يوريك بقى احنا كده خلاص ملناش مكان بينكم. انتوا شكلكم خدتوا على بعض كملوا انتوا المسيره. لا لا توكلوا انتوا على الله المنطقه. ماشي كفايه انتوا عرفتونا ببعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عشان نصور معاه طيب؟ لا لا كفايه قوي لحد كده. طلع كده بقى وورينا في حاجات يا باشا مفتخره. هي ده يعتبر بمثابه ابن خالت ام لازم. طب انا رايي اللي احنا نروح نحل المشاكل دي في الاسم فسيب كل حاجه زي ما هي وهم هييجوا ياخدوها دلوقتي. اما انا وانت المفروض ندردش شويه كده عشان نعرف نقفل المحضر ولا ايه؟ عينيا ليك يا باشا. انا متفائل خير والله مش والله وانا متفائل خير يا باشا. امال فين ابو فياض؟ عينيا ابو فياض مع ابويا هيخش معاك السجن وهتنبسط.